مساء الخير، حلقة جديدة من برنامج شو تحب. مثل ما عودناكم كل حلقة من حلقات برنامج شو تحب نستضيف نجم مبدع واسم مهم، والبرنامج مخصص للنجوم الصف الأول وكل النجوم نفخر بهم. اليوم ضيفنا شاعر مهم، صاحب قصائد مهمة وصاحب منجز مهم، شاعر حسيني وكل احنا نحبه ونفتخر به. راح نتعرف عليه أكيد بعد ما يشرفنا ويتفضل الستيج ويملي الاستمارة مال البروفايل. تفضل شاعرنا وسيدنا وأخونا وصديقنا أخوي. الاسم الثلاثي واللقب رفعت غالب صالح؟ صالح الصافي. صالح الصافي، خلونا هسه سوية نرحب بنجمنا وشاعرنا المبدع شاعر الحسيني رفعت الصافي، أبو جنة أخوي الهيبة بياض الوجه. يا عمري أحبك وأفخر بيك، وقصائدك مهمة جدا، وأنا مو أنت اللي أنا صديق بس أنا جمهورك. طبعا بالبداية السلام عليكم ورمضان كريم علينا وعليكم، ويا ربي يتقبل صيامكم وقيامكم وطاعاتكم، ونسأل الله بالحسين أنه يوفق كل العراق، يوفق الشعب العراقي والعراقيين إن شاء الله، يبعد عنهم كل بلاء كل شر، يعجل فرج مولاي صاحب العصر والزمان، يوفقكم رسلان الحبيب، رسلان حداد الصديق المخلص الطيب صاحب المواقف الطيبة، ودائما على قولت هن يقول مواقف الطيبة سابقة، يعني اليوم من تريد تسولف عن شخص صديق دائما تسترجع، يعني تسترجع الذاكرة تشوف إلي أكثر من موقف شخصيا أنت صاحب مواقف عدة وياي للأمانة بعيدا. بعيدا شوف أنا دا أتكلم يعني للإعلام، مو أتكلم بيناتنا حتى يقولون لا، للإعلام وكل حرف أنا اليوم أقوله أنا مسؤول عنه شخصيا، والله مو من باب التلميع ولا من باب أني أنا أمدحه، بس هذا الشخص طيب وراقي جدا ونجم، وأتمنى له كل التوفيق، وما خلى روحه بفكرة إذا ما نجحت. رغم أكو مؤسسات اشتغلت عليه، اليوم النجم من تشتغل عليه أفراد ممكن يقاوم، بس من تشتغل عليه مؤسسات ويقاوم لا، هو هذا قمة النجاح. في دول عمرك أتمنى لك كل التوفيق عمرك. وشكرا على هذه الدعوة. في دول عمرك شرفنا أبو جنة، أنت الشرف، الله يسلمك. تولد يوم شهر سنة 3/12 1986. نعم العمر كله يا رب، الله يسلمك يا عمري. يعني أنت ومسي فرق أشهر، فرق 7 أشهر بيناتكم. يعني أكو صار فد يعني بالنفوس شوية لعبوا بمواليده. يعني بالتوالي 87. تحياتنا للميسي وللولد. أنا اللي تحب ميسي. أنا طبعاً أشجع برشلونة. أدري. يعني بس مو متعصب. إيه. بنفس الوقت أحب كريستيانو. شلون صارت ما أعرف. إيه. أحب كريستيانو أحبه لأن مثابر مجتهد. أنا أحب المجتهد. إيه. صح. شلون بالشعر أكو مثلاً شاعر مثلاً كاظم إسماعيل القاطع. كاظم رحمة الله عليه. كاظم موهبة. إيه. من الله، يعني هذا الكم الهائل من الإبداع والنتاج والمنجز موهب. ما ينكتب هيك بسهولة، هذا ينكتب عن موهبة. صح. تشوف أكو شاعر ثاني يعني بدون ذكر أسماء تشوفه لا هو مجتهد، مجتهد وصل لهاي المرحلة، يثقف ويتابع ويحضر مهرجانات، هذا الأهم بالنسبة لي. صح. نعم. صح. مسقط رأسك كربلاء الحسين. كربلاء يعني أنا أصلي من طويريج. نعم. أي نعم، من كربلاء الحسين طبعا، والله شرفنا أنه يكون مسقط رأسنا بهاي البقعة، إحنا من السادة الصوافي، يعني السادة الصافي. والنعم. كربلاء. والنعم. وأكو السادة الصافي الناصرية. الناصرية. يعني أغلب الناس يعني يقولون أنه أصل السادة يعني بيت الصافي هم بالناصرية. فأنا ما عندي فرق إن كنت بالناصرية وإن كنت بكربلاء، كلها ذرية الزهراء وكلها أرض. الإمام الصادق قال طبتم وطابت الأرض التي فيها دفنتم، هي كلها وداعتك. صح.
شيعتنا خلقوا من فاضل طينتنا وين ما يكونوا ولا تكون نعم فوين ما تكونوا كل مدننا العراقية نعتز بها من الشمال إلى الجنوب إلى الغرب إلى الوسط إلى أبعد أيضا نقطة. وياك أيضا نعم. إحنا مثلا جوابر عمارة إحنا عمارة نعم. مثلا جوابر أكو بالناصرية أكو بالبصرة أكو بالنجف كل محافظات نعم. فهم كلهم إخوتنا ونشرف بهم فعلا أنا هسه حتى جنسيتي الخيرات كربلاء أي نعم والنعم ما تغيرها لا لا ما غيرها طبعا شرف عظيم نعم نيالك من أين ومتى بدأت؟ من الحسين وإلى الحسين نعم سلام الله على أبو عبد الله الحسين يعني أنا أجاوبك على هذا أي جاوب أي أنا بدايتي بالشعر بديت للإمام الحسين سلام الله عليه يعني كمو انطلاقة فعلية انطلاقة هيك يعني كبداية أي سنة سنتين بعدها لا كتبت الشعر الوجداني وتولعت بالشعر الوجداني الشعر الوجداني يعني تعرف يعني مو شعر الغزل شعر العتاب وشعر الفراق والفقد والوطن وبالتالي هو ترى الإمام الحسين هو أبو الوجدان صح. هو أصل القصيدة الوجدانية عموما فبعدها يعني قلت لازم أنه أنا أتوجه للحسين سلام الله عليه مثل ما بديت فبديت من الحسين وانتهيت ولا أنتهي لأن الحسين لا ينتهي فعلا أبدا فعلا نعم. أكو سر بالموضوع أنه وهذا الموضوع يعني متحاورين وياك بيناتنا في اليوم بي زين دائما الشعراء اللي يكتبون غزل وتحياتنا لكل مبدعين احنا مو ضد اي احد نعم لكن دائما شوف يوصل مرحله كل من الى فتره لكل زمان دوله ورجال صح اكو شاعر مثلا يشوفه ياخذ له فتره نجوميه 5 سنوات بالزايد 10 نعم فقط الشاعر الحسيني اذا كان شاعر او رادود او هاي تنطبق على المطرب او يعني الخادم الحسين ما يطفى شو السر حرارة قضية الحسين السبب؟ لا مو الحرارة القضية وما بها القضية يعني ربانية لذلك يقولون أنه الإسلام هو محمدي الوجود وحسيني البقاء صح. القضية تخلدت بأمر رب العالمين صح. يعني القضية مو فطرية القضية مو عفوية القضية إلهية قضية مختارة أنه هاي القضية راح تبقى للآخر فلذلك كل شاعر يقترن اسمه بالإمام الحسين يبقى للتالي وخير دليل على ذلك أو مثال أساتذتنا الكبار الشاعر عبود غفلة الشاعر عبد الأمير الفتلة ورحمة الله عليهم الشاعر كاظم منظور الكربلائي كثير من الشعراء يعني اللي سبقونا واللي صرنا امتداد لهم طبعا هاي دا احنا فعلا وصلنا الربع ما وصلوا يا رب نسأل يا الله أنه يلحقنا بهم يا رب عبود غفلة إحدى الروايات تقول أنه الإمام الحجة عجل الله فرج جاي بالمنام عند قصيدة يعني إحنا سيدنا يعني شرف عظيم نعم سيدنا يعني إحنا سمعنا أكثر من 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 قصة ورواية عن هذا الشاعر الفيلسوف وأنا من أقول فيلسوف أعي ذلك يعني نعم نعم أعي ذلك ليش لأن عبود غفلة بذاك الوقت ها صفى عليك الماء يا ابن المصطفى ها وهذا ما يوسل علي ما يصفه أصبح الإسلام طير على سعفه وبيه تهتز من جميع أركانها ذاك الوقت والإسلام طير على سعفه يعني شوف الصورة الشعرية فهو كانت كله يندب الإمام المهدي سلام الله عليه ويقال يعني من بعض الناس انه الامام جاي قايل لانه انا ترى يعني بامر الله انا غايب قصائدك تأذيني اي اللي عبود غفله للي ما يعرفه عبود غفله الشاعر النجفي الشاعر الكبير يسمي الامام علي خويه نعم يوقف بحيث من اجوا العثمانيين بكذا سنه اجوا قفلوا باب امير المؤمنين سلام الله عليه فاجوا هو يشتغل يسمونه بناء يعني يجبن بالقبور جص وهاي الامور احنا هسه يقول له اجبن فهو يسمونه جبان يعني او جصاص فشي يعني بذاك الوقت يسمونه فهو دا يشتغل باحد القبور واجوا قالوا لعبود اخوك سدوا بابه نعم راح بوضعه يعني بالشغل فراح وقف لقى باب امير المؤمنين متسرقي يعني العثمانيين سادينه ومانعين الزياره فوقف قال له يا مطوق خالد بطوق الحديد ها تحيي بمر الله وتميت ايش ما تريد الله يقول القفر راسا انطق نعم عندهم يقين وعندهم كرامات من رب العالمين سلام الله عليك يا امير المؤمنين هاي معاجز يقول اخوي الله عظيمه هاي الفطره والحب الله يقول عبدي اطعني تكن تقول للشيء كن فيكون صح احسنت شخصية أثرت بيها الله عابس الشاكري أي نعم الله ليش هاي الشخصية كزبر جلدها سم قريتها
يعني هذا صار مثال للعشق. أبا رسلان شوف أرد أقول لك فات قضية. أنا يعني هواي أحب الإمام الحسين سلام الله عليه، كل إحنا نفدوا لتراب زواره. صحيح. اليوم واحد مثلا يحب الإمام الحسين من باب أنه هو يعني وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى، وفعلا هو وسيلة، والوسيلة الأقرب والسفينة الأقرب وأسرع سفينة للنجاة الحسين، لأن الحسين يحب كل الناس. بس أكو مرات تصير روحك ببشر. صح حقيقة. صحيح. بغض النظر ما أعرف. فأنا صارت روحي بالحسين بيني ما بين الله، يعني يجوز هذا الحكي ما يصير واحد يسولفه بالإعلام خصوصا إحنا. صح. يعني أنت ما ثابت وضعك، يعني ممكن يوم تكتب وجداني يوم تكتب حسيني. صح. فمن تنزل قصيدة مثلا عتاب أو على الفقيد أو على الفراق يقول لك مو ذاك اليوم أنت تقول هيك باللقاء. صحيح. هسا عندنا فقرة شي تحب أبو جنة. أي نعم أستاذ رفعت الجميل حبيبي أنت يا رسلان تقول عمرك، لكن بعد الفاصل. أكيد من بعد الفاصل تحولنا للستيج ونرحب بينا جمنا وشاعرنا خادم الحسين، وهذه الصفة خادم الحسين لا ينالها إلا ذو حظ عظيم. نعم. هنيئا لك. الله يسلمك حبيبي. صافي. احكي لي بناتك علاقتك ببناتك أبو جنة. نعم. خصوصا أنت يعني عندك 3 بنات وما عندك ولد، لكن كل إحنا أخوتك وإن شاء الله ولدنا ولدك هم. احكي لي علاقتك ببناتك. يعني أنت هسه وكأنما أنا مثلا عند واليني وليه إيه؟ وانت تقول لي انت ما عندك ولد واحنا اخوتك وهاي. لا والله وكانما انا مثلا هذا الموضوع ولدك كلهم ولدك. شوف شوف رسلان حبيبي إيه؟ سيدنا فدوى اروح لك. اولا انت انطيتني لقب تشريفي إيه؟ ها كل انسان يتمنى هو لقب خادم الامام الحسين إيه؟ لكن احنا يعني انا شخصيا إيه؟ اشوف هذا اللقب كبير كبير. صح. مو اي واحد يعني، فمن تقول لي تقيدني تدمرني. واو. والله العظيم شلون خادم الحسين لازم بعد فتشي عظيم، هذا احنا ما واصلين ربع. صح نكتب قصائد ونروح نخدم وهاي، بس مو هاي الخدمه حجي. الخدمه انه الناس تسلم من لسانك. وهذا ما عدنا هذا الشيء، الناس ما سالمه من لسانه. وين ما نقعد نحكي عن الناس؟ لا بالشغل والله وبالله. لا 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 رسلان اليوم لا نكون شو اسمه ابو جنة. احنا زين السؤال هسه احنا مرات بنقعد صح، بس احنا نحكي يعني بدغش لو بضحك. لا لا طبعا، بس ما نقدر نلزم نفسنا. اي صح. وانا مو اقصد بس انا وياك هسه وهاي. لا صحيح. حتى مرات تبينك وبين نفسك يلا هسه هذا فت مثلا. أي صح. أي. وتحكي فلمونه مثلا لمونه. صح. احنا حتى ما ندعي المثال حتى يكون حقيقيين. هذا الموضوع هو خطا. الحسين يقبل بي؟ لا. الحسين بيوم العاشر قال عمي اللي برقبته دين بسيط يتوكل على الله. كلها راحت الزلم. بقوا ترى 70 و71 واحد. صح. دين بس احنا شنو الدين؟ هو الدين ترى مو شرط مال. اي صح. جزت في اليوم غثيت لك واحد جزء برامجك الكاميرا الخفيه مثلا. اي صح. جديات. صح. من حيث لا تشعر. اي والله جديات. والله. جزء انا مره بقصيده عالم ضاجت مني مثلا ليش نصرت هاي الجهه على حساب هاي الجهه او ليش صح. هاي لا شلون تتبارى الذمم وياها. بالنسبه لقضيه يعني قصيده تبارين الذمم. ايوه الحب طويناه. اي الحب طويناه. وشلون هيك ذكريات رحمة الله عليك يا كاظم اسماعيل القاضي. هاي كاظم اسماعيل القاضي. اي بناتي انا عندي الكبيرة جنة الله يحفظها اللي هي بالثاني ابتدائي، وعندي الوسطانية انجيل اللي هي يعني السنة الجاية راح تسجل عمرها صار تقريبا 6 الا شوية، وعندي تورات عمرها تقريبا انجيل وتورات وجنة. حلو. وجنة اي صارت يعني تيمنا بكتب الله التي انزلت على الانبياء. وان شاء الله ذاك صارت عندي بنيه رابعه اسميها رقيه. والله اي ان شاء الله. بناتي علاقتي بها خاصه الله شاهد. ليش رقيه؟ انا احبهن. ايه. الله ها. ايه. الله عظيم. صح. اليوم والحنين الله يطيب بنات تدري الحنين. اه هو يعني هي البنيه وين تروح؟ لابوها للي ينصرها. صح. ها صح. اليوم يعني من صارت عندي بنت اول بنت انا تعينت، صارت عندي الثانيه اشتريت سياره، صارت عندي الثالثه اشتريت بيت. وانت متورج على القضيه. والله صح. بيني ما بين الله. رسلان متعلق به تعلق مو طبيعي، وما يوم من الايام بيني وبين نفسي راودني انه انا ليش يا رب مثلا ما عندي ولد. لا شقول 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 اقول الله يعلم كل شيء هو بعد الله الخالق. ها عرف اني انا اقدر هاي البنت واحبها اتعلق بها. انطوا بنات
هذا يقدرها لأن المرأة دائما مستضعفة للأمانة تحب اللي ينصرها. لذلك هسهن قريبات علي أكثر من ما هن قريبات على أم جنة. الله يحفظها إن شاء الله. يعني هاي الزوجة البارة ها يعني قريبات علي أكثر من ما هن قريبات من قد ما أحبهن. هسان بنت فاطمة أقرب إلي من أمها وأنا أسحبها أزيد من علاء وعباس. أقول لك رسلان هسه أنت من تدخل للبيت عباس اللي يقوم لك أول واحد لو فاطمة. لا والله فاطمة ها؟ الله. لا والله الحسين. فأنا هسه من أدخل للبيت عندي ثلاث بنات خير من الله وكان هنا ورود وطيور. أيوة علي صدق. وحدة ها وحدة مدري شنو تسلم علي وحدة تنزعني جواريبي وحدة تسوي لي يجوز العالم هسه تقول شنو مفردة الجواريبي طاشة يعني عادي ها عيني ودارني وهاي تجيب لي الخاول وذيك تجيب لي ملابس وذيك ويطلع. والله من يغثوني بالشارع اجيهن بس اشبكهن كل شيء انتي صح آه. الله يحفظهن الله يرزق الناس كلها بنات تشوف الرزق عليها يا رب. اي والله هن حبوا بناتكم تقربوا منهن فعلا فعلا دخلن ابوهن الجنه تقربوا منهن تربيتهن فعلا. بركه نعم. تربيتهن اجر عظيم ما يقول الرسول يعني بما معناها انا اقول انه يعني ابنك حتى الزواج وبنتك حتى الممات صح تبقى وياك. الهي بأبي الفضل العباس وحرمه أبي الفضل العباس هذا العظيم كون يرزقك الذرية الصالحة بنات وولد وإن شاء الله يكثر خيرك ويسترك. الله يسلمك يا رسلان فدوة والله العظيم تستاهل أنت. فقلت لك إذا صارت عندي بنية رابعة أسميها رقية. رقية أنا متعلق بسيدة رقية أي متعلق ليش يعني عزيزة الحسين. عزيزة الحسين سلام البنت عزيزة صح يقول فكر إذا ولد يجيك شو سمي علي أي إن شاء الله أسميه علي بحق هو علي هذا يصيرون عندي 10 ولد اسميهم علي. الله اي نعم الله الله هذا يصيرون عندي 10 ولد اسميهم علي. هسه شو تحب راح اعطيك الظروف زين بس اني كلي متفائل ان شاء الله راح يجوك ولد واحد ورا الاخ وذكر هاي حكايتي والجمهور راح يتذكر. والله اللي يجي من الله نعم الله ان شاء الله الله شاهد ان شاء الله. انت مو انا زعلان علي بناتي مني تقول هيك اي والله العظيم لا عادي كل احنا نحب البنات ونحب الولد لكن ان شاء الله يجيك علي وانا كل شيء اظرف منه وانا كل شيء ولا ازعلهن سيدنا بس انا مره راجل اشتريت الفطيم وعبيد جهال اشتريت لهم هواي اي صدق بس انت كله ضرب الليل في اشتريت اعطيني هذا الاول اعتباره ابيض يشبه قلبك هذا هذا من جوه الظرف الابيض افتحه هذا اي هذا ابيض مثل قلبك انت قلبك الابيض ابو جنة يا عمري في اللي بروح لك زين الاسئله يا الله. السؤال الاول فقرة شو تحب؟ زين. شو تحب تقول للشاعر ومقدم البرامج الشعرية؟ للشاعر اللي يقدم البرامج الشعرية باعتبارك أنت عندك تجربة وبرنامجك كان الأول بشهادة الجميع بالفترة السابقة. أقول له طبعًا لكل شاعر يقدم برنامج أقول له الله يكون بعونك والله يساعدك على الجهد اللي تبذله من أجل خدمة الشعر والشعراء رغم عدم رضا الجمهور جمهور الشعر الشعبي ككل عليك وعلى اختياراتك وعلى وضعك لكن مستحيل راح تقدر ترضي كل الأطراف وكل الفئات وكل الجمهور. هناك من يدعي أنه نخبوي وهناك من يقول أن هذا الجمهور هو جمهور رضا الناس غير جمهور عام. زين شلون تواجه أنا باعتبار أنا كمقدم برامج ما نقدر أعاني من قضية نعم مثلا مرات يخابرني ضيف مثلا أريد أطلع وياك وهو مو شاعر أو مثلا مو فنان أو مثلا يريد يطلع وياك شو تقول له؟ أنت شوف سيدنا أنت اليوم جايب شاعر وصارت عنده تجربة بتقديم البرامج يجوز لو جايب واحد غيري كان قال لك هلا تلهلا بالناس وترى دمرت الشعور وترى وترى أنا قايلها بس اللي يعيش التجربة راح يعذرهم. اي صح. ليش؟ يتعب. إذا تجيب نجيم تجيب نجيم يردون شاب. تجيب شاب يقول لك عم يالي عرفه جيب لي نجم. صح. وهكذا. صح. الذواق ما تقدر ترضي. والله صحيح. أسست وشاركت بالكثير من منتديات، شو تحب أي منتدى بيهم؟ كل المنتديات هي قريبة مني لكن يبقى لمنتدى محمد الغريب الشاعر الكبير الراحل محمد الغريب اللي أسسه الشاعر الراحل أيضا هشام فارس رحمة الله عليه هشام صاحب الفضل طبعا الأول على رفعة الصافي وكذلك كان من يعني من مرتادي هذا المنتدى الشاعر علي ريشم وكثير من الشعراء وأستاذ سمير صبيح وكثير من الأسماء يعني لذلك هو الأقرب اللي رفعت الصافة منتدى محمد الغريب باعتزازي بملتقى المدينة حاليا اللي مستمر مؤسسة الأخ علي عظيم تحية الله يحفظهم إن شاء الله ودي يقدمون منتدى الرسالة على رأس الأخوان علي شاهين وأبو جنة وعلي حديد
ومنتدى غنيم حسين بقيادة حامد الشمري ومنتدى الناس اللي أسسناه أنا ومجموعة من الشعراء. الله يوفق جميع. الله يوفق الجميع. شو تحب الشعر، البساطة لو الصور والرمزية؟ كلهن مطلوبات داخل القصيدة. شلون؟ حسب نوع الحدث وحسب نوع يعني المخاطب. من المخاطب؟ من اللي إذا تخاطبه أنت؟ ايه؟ يعني اليوم أنا من أخاطب خلي أقول المغتربين، ما من الممكن أنا أخاطبهم بحسجة أهلنا داخل القصيدة مثلا. الرمزية مطلوبة داخل القصيدة، البساطة مطلوبة، منو اللي يقدر يجمعهن ذني كلهن؟ السهل الممتنع. سهل الممتنع، نعم صح. هو أفضل أنواع الشعر كطريقة وتركيبة هو السهل الممتنع، اللي هي طريقة القاطع، كاظم اسماعيل القاطع. حتى أستاذ عريان يعني رحمة الله عليه، بغض النظر عن عنده قصائد، طبعا هاي القصائد يعني غميجة بالشعر، صح أعرف يا، بس أنا أقصد اللغة اللي داخلها. أي سهل ممتنع، بس عنده قصائد حبتنا هن آبائنا وأمهاتنا حافظين. ردي ردي يا هلي، ها صح. قصيدة هلي مثلا، صح. هلي وآخر مكاتيبي، كتبت لكم على القاع ابنكم باعت الدنيا ولا. الله الله، سمفوني. من تكتب عن الحسين شو تحب القضية نفسها، لو الغرض المشاركة بالمحافل الدينية؟ القضية أكيد طبعا ما يحتاج بعد، يعني بدون نقاش. كل الجمهور يحضر أماسي شعرية والآن يتابع عبر السوشيال ميديا، شو تحب أي جمهور بينهم؟ يعني احنا دائما ميالين أبو جنة يقولون رفعت الصاف، ومن يصعد على المنصة ينطيها إحساس الممثل المسرحي. نعم، هذا الموضوع عن دراسة له إحساس فطري. يعني كل قصيدة إلها طريقتها بالإلقاء، إلها وضعها. يعني ما من الممكن اليوم أنا أسولف أو أقرأ قصيدة عن شجاعة الإمام العباس سلام الله عليه وأنا تحكي برود، أحكي برود، ما من الممكن، مستحيل. ما ممكن، ها؟ ولا من الممكن أنه أنا اليوم أسولف قصيدة مثلا هي بكاء للإمام الحسين أو للسيدة زينب سلام الله عليها وأنا أصيح. كل قصيدة خيم يردون عباس، نعم، عدل الميت وياهم لازم يرد، كلها تصيح أنا تبارز ويا، نعم، وعلى رقبته اختلفة وياها يقعد، بس من طلع من خيمة الله، الله واحد قال الآخر أنا ليش رد، نعم، طوها اللهيب. ها فحجي كل قصيدة إلها تعاملها. طبعا أنا ببرامجي ذنك ينقاريهن، أتشرف 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 بالله أتشرف. أصير مناسبات دينية أو هاي أقرأ هاي القصايد، نعم. ولسان حال أم البنين حينما ايه ان ما عاد السيده زينب قالت لي سوى فيلي خو ما قصر العباس وياك، خلينا نسمعها. ايه بالعزوبيه ابنك، اي بالعزوبيه ابنك عنده خبره من انطيته جرب الطان عمره، الجنود اللي على النهر، الجنود اللي على النهر حسبالي خرسان، ثار الخوف من عباس فطره، بحيث بنص معسكرهم تسمعين صوت رموشهم مو صوت الابره. الله الله، سلام الله عليك. ذاك هو عمي ايه العباس سلام الله على قمر العشيره. نعم. سيسعي صافي كل شيء من يقول عمي الله فعلا، ايه او عم السادة عمنا شلون الشرف. نعم. ابو فاضل بعد وسام شرف، اي والله. في برامجك الشعرية شو تحب تستضيف، الشباب لو المعروفين؟ تعرف انت كل قناة انت سويتها مكس مرة تجيب نجم. نعم احسنت. رسلان انت مقدم برامج وناجح، الله يعزك، عندك تجربة مو هينة لسنوات عدة. يعني انت تعرف كل قناة لها سياستها، صح، ولها سياقها، صح، ولها ضوابطها، صح، اللي تفرضها على المقدم. انا اكثر مرة قدام انت تحاكيت ويا ادارة على مضيوف، ومن حق كل قناة، حتى ننصف القنوات، من حق كل قناة تشوف برنامجها مميز، ومستحيل تميز اي برنامج اذا ما بي نجوم، صح. لكن الشارع يقول لك احنا ملينا من هاي الوجوه، نريد وجوه جديدة. الوجوه الجديدة ما تقدم لك شيء، ممكن تسعف نفسها نوعا ما إلا ما ندر يعني البعض، صح. لكن كعامة أنا أجيب اليوم بس شباب، بس شباب. بالعكس إذا أجيب نجم ويا جيب ويا شاب ينعرف هذا. فأنا الشباب. أنا حاولت إنه أراوس بين، بس إذا ترجع لوجهة نظري الشخصية أنا لا شاب، أنا غير شاب. والله العظيم ليش؟ لأن الشباب عندهم إبداع، صح، بس أعطيني القنوات، القناة اللي تقول لك جيب لي بس شباب، هو يحكيها قدام الإعلام كله، صح. خل أكو قناة تقول لي عم جيب لي بس شعراء شبابينا. طيب لو خيروك من أفضل يكتب النص، فاضل حسن أو عباس عبد الحسن؟ هذا السؤال توجهه الناقد وتعرض عليه كل النصوص. إيه؟ أستاذ رسلان، لا إحنا يعني كأنت الأقرب لك. ماكو أقرب، ما تقاس بالأقرب، أنا اثنينهم قريبين منه وأصدقائي. مو كصداقة، إيه؟ تحس هذا يكتب النص
قوه. هم اثنين هم اثنين مبدعين وسيم تحيه. شوف انا اليوم من اقول للرسلان اقول له يابا مثلا قيم لي فلان مقدم برنامج، ومن يبوع على هذا المقدم يقول انا راد لفد 10 سنوات ضوئيه يلا اوصل الربع ما قدمه. هاي اسماء انت تسالني عليهم هذول اساتذتي يعني. انا هسه ذكرت لك عباس عبد الحسن من ضمن الجيل اللي تاثرت بيهم. صح ها الاجيال. صح شلون انا اجي اقول لك هو الافضل لو فاضل؟ وابو الفضل قريب لكل اجيال. فاضل مهم القلب. ومبدع وراقي جدا. ها فاضل حسن شاعر وعباس مهم ها وشاعر ومحدث والكل حلوين كلهم. انا جاي اقيم لازم تجيب لي نصوصهم كلهم. لا كلهم حلوين وتقعد لك. عجبني الجواب. اي عجبني الجواب. ها انا ضد ما احد ينظر. لا مو نظر شلون نظر اقول لك فلان هم ايه؟ تطلع جمهور الفلان يقول لك لا وجهات نظر واذواق رسلان. صح اليوم انا اقول لك اسمع كلام اسماعيل قاطع تقول لي والله ما يعجبني. ايه؟ اقول لك لا اللي يعجبك. لا ما تفرض ما تفرض هاي اذواق. وبجنة فقره شو تحب خلصت تسع فقره زين. شنو رايك لكن زين. بعد الفاصل اكيد رجعنا لكم بعد الفاصل. وهسه فقره شنو رايك سيدنا حبيبنا قلبي راح نستعرض لك صور وانت تعطي رايك بيها. نعم. وكو صور اذا ما تعجبك قول لا تعليق. زين عايلين وياك؟ لا اخوي ما بس قبل ما نروح للصور شنو الضعف الوسامه؟ ايه. يعني سويت نظام حميه يعني. اي والله عاشت ايدك اخوي. مسوي دايت. قسيت على نفسي هاي الفتره. زين اخوي انت تحب الاكل الدسم ولا شو؟ ماك عراقه ما يحب الاكل وكنا احنا كل دي. انت من كل قلبك تاكل بس قمت اعاني بالفتره الاخيره. والله اواجه مشاكل بالتنفس بهاي الامور. فطلعت عندي نسبه شحوم على الكبد 7%. اوف وجزاه الله خير جزاء دكتور عمار غازي الانصاري. الرجل عالجني ووصلني لهي المرحله. حلو للامانه هاي مو دعايه اعلان ما نحتاج. طبعا انا حجزت يمه شهرين يلا وصل لي. بيني ما بين الله. اي بالله. صح نبدا بالصور. رجل لا محتاج دعايه ولا ابد. العلم العراقي. العلم العراقي يعني هذا واحد يوقف له العلم العراقي يعني. هي صح قطعه قماش لكن يعني تعني شرف. اي احنا من اليوم نباوع للعلم العراقي نشوف قداستنا به. صح نشوف رفعه راسنا به ما يوجهنا به. اليوم انت باللاوعي من تسمع اكو دوله او مدينه ها تمزق بها العلم العراقي انت يتمزق قلبك. صح حقيقه والله. فما حد يقدر يزاودنا على حب العراق. خصوصا احنا اتباع اهل البيت. صح الناس اللي عندهم عقيده لان اهل البيت كلهم يحبون العراق. صح وهاي مال اهل العراق الشقاق والنفاق هاي كلها كذب. حجي طبتم وطابت الارض التي فيها دفنتم. صح وين الشقاق والنفاق حجي؟ صح عندك زلم بكربله مدفونه. اي صدق ها زلم حيود. ايوه على صدق. فاني انحني له هذا علمي وشرفي واسال الله بالحسين انه يسلم العراق من كيد الاشرار. سيسي الصافي. شاعرنا الكبير العم السيد سعيد الصافي صاحب التاريخ الكبير والمنجز الكبير صاحب القصائد المفجعة والخالدة ومن منا لم يسمع هذا الغريب هذا الغريب منين من منا لم يسمع عذابي يا اخوتي وياكم عذابي ذبيح مسلب ابن امي بما معناه القصائد كثيره. الله يحفظ الخدمه. الله يحفظه ويطيل عمره ويديم سلامته سيدنا وحبيبنا وتاج راسه. الف تحيه لشاعرنا الامام السيستاني. يعني اخوي ظل على وقفتك. والله طبعا على الوقفه. يعني السيد السيستاني يعني سيدنا الله بالخير عليك. الله يعني ما اعرف شلون واحد يقدر ينطي رايه. ما يقدر. لازم تجيب السيد الخوئي رحمه الله عليه تقول له السيد السيستاني هو راح يقول لك. لكن انت كعراقي تجيب السيد محسن الحكيم مرجع الطائفه. تجيب السيد ابو الحسن الاصفهاني زعيم الطائفه. صح. تجيب السيد الشهيد الثاني الصدر رحمه الله عليهم. هاي مراجعنا العظام اللي قدمت ما قدمت. تجيبهم وتقول لهم السيد السيستاني هم الناس يطولك رايهم. انا شنو اطلع اي حجي كعراق؟ انا طلع لي واحد مثلا شنو واقف بالسوق جيراننا تقول لي رايك بي اقول لك يا بخدمتك حجي انا اصغر من انت كعراقي محب للسيد السيستاني شو تقول لي؟ السيد صاحب فضل. الله صاحب فضل علينا وتاج راسنا ونحبه ونسأل الله بالحسين
يديم سلامته ويخلي خيمة لكل العراقيين يا رب. مو لفئة عن فئة هو لا هو لأن هو طالما كان هكذا صح على رشم هذا يعني علاوي هذا علاوي أنا قلها مشتاق لك حبيبي والله يعني كلش مشتاق له وتمنيت علي يعني موجود ويشوف شو لا يشوف بنات اخته الله والله تمنيت هاي اللحظه الله. لان كبرا وهن يسالني وكل سؤال يسالني ياخذن روحي بي يعني اجتني قبل ايام قليله اجتني انجيل قالت لي بابا ايش وقت نروح الخاله علاوي والله العظيم اي فقلت لها بابا وين نروح له قالت بابا علاوي مو بالبستان يم الله بالبستان طفلة يقول شو معرفه هاي تري بابا بالبستان يعني هو ديباوة علينا ويحضر ويشوفنا فالله يساعد أهله وناسه ووضعه وفخر هو علي فخر شهيد يعني الحديث عنه يطول ومهدي شو ترد علي بقصيدة طبعا أنا كتبت قصيدة على لسان طبعا أخواتنا بنات الحاج الكبير الشهيد القائد أبو مهدي المهندس بلسان الحال يقول لله شلونك بالقبر يا والد شلونك عمت عين التراب الخرب عيونك بناتك من بقى وحدهن وما جيت بدلتك علقنها حارس على البيت الأبو يكسر سلف لعبس ظهر يا ريت طبقت أحلامهن ويطبقت جفونك الرحمة والخلود ليروح الشهيد القائد أبو مهدي المهندس هذا الإنسان اللي يعني بعد ما مات قريب من كل العراقيين كان كل العراقيين يحبونه وللأسف يعني بعض الناس من تشوفنا مثلا ننشر ونقول يقول لك لا يا أبا مثلا لا تنشر هذا ناصر غير دولة اللي هم ما يعرفونه أنه إحنا كمذهب شيعي كمذهب شيعي جعفري يؤمن بالامتداد الشيعي يؤمن بهذه الدولة العميقة والكبيرة خلي اليوم أي شيعي يطلع لك عارف وينكر هذا الكلام يقول لك لا احنا نؤمن بس بهذه القضية كل شيعي عارف يؤمن انه باليمن وبليبيا وبأمريكا ووين ما كان المهم هو شيعي هذا ينتمي للحسين ولعلي بن أبي طالب إضافة إلى ذلك هو راح قاتل بإيران هو راح قاتل بالسعودية راح قاتل بالكويت قاتل عدي من قتله قتله بعد الشيطان الأكبر الشيطان الأكبر ايه نعم زين هو أبو مهدي شنو اللي سواه شنو كان شنو اللي يسوي وأنا شنو هسه قاعد وأبرر لهم اي صح شنو قاعد ومش من يكونوا حتى أنا أقعد وأقول لهم شنو سوى أبو مهدي ومحتاج لا ما محتاج ملايين العالم الشيعة أنت جبتها على أنه هيك يحجون وهيك من تنشرهم أنا أتمنى شيء واحد من الناس ايه ايه رسلان ايه خليها تحترم خصوصياتنا حسنت مثل ما احنا انا اليوم من يطلع لي واحد يقول لي انا احب فلان وذاك فلان انا ما احبه احترم صح يا اخي مو زين سحش ابو مهدي مو زين يا اخي انا احبه صح شعلي غانم مزودك بشيء مأذيك بشيء لا لا ها ليش تتدخل بخصوصياتي يكرهونك رغم غايب قلت له يبغضونك يا ابو مهدي رغم غايب حقهم قالقتهم كلمه الشايب اول واحد وحقك وحقك يا رسلان الناس اللي تحكي عليه الله ساترهم مثل ما احنا ساترنا لو كشف الغطاء الله اكبر كان فضحت كل الناس انت هسه واحد من الناس تقول اذا الله يشيل الغطاء عني ويورج الناس الجاي يسوي وما اسوي شو يصير بي فكون اللي يحكي على هاي الناس كن معصوم منزه من الزلل صح ما هو حاط راسه بالوحل ويجي يحكي على 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 تاج راسه وقائده صح ابو مهدي ولا عبال هالناس ترى انا على مود على اقرا هذا الشعر الحسيني او على الحشد على مود الماده لا بيني ما بين الله ما محتاج هذاك الشعر الغنائي بفلوس ليش ما اروح له صح الشعر الوجداني بفلوس ليش ما اروح له صح لكن عقيد تكون مو الماده جايبتنا حجي قفوهم انهم مسؤولون باكر عقبال الله يقول اعطيتك موهبه سويت بيه اي صح ها سويت بهاي الموهبه نصرت اللي كانوا امتداد لثورة الحسين باعتباره هو سيد الشهداء صح لو خلصت ليها منا ومنا شو اقول له بذاك الوقت رجعني لعلي اعمل صالحي ماكو رجع القصيدة ما قالقتهم كلمة الشايب سببت لي مشاكل عندك بناء وتعبان اي والله اول واحد سمعتها وشوف وهاجمتني الناس صح وهاجمتني مؤسسات وهاجمتني برامج وهاجمتني صفحات وهاجمتني وهاجمتني وكلهم ذولا شو اقول لهم اقول لهم انه انا مسامحكم وباريكم الذمه
وكل انسان يمر فد بظرف نفسي بتعب نفسي ممكن يخليك تحكي. حلو. بس اتمنى تراجعون نفسكم باحترام خصوصيات الاخرين. جميل. هذا يعني ابو مهدي وحاج قاسم ناس من خصوصياتنا يا اخي. صح. انا هذا حبي لهم. مأذيك شايل بيد سلاح وراكض وراك، انا كسيد رفعت هسه احكي لك عن نفسي. ها من حبيت هذا الشخص ما مسوي لك شيء يا اخي. صح. احترمني. صح. مثل ما انا احترمك. صح. وما عندي مشكلة بأي إنسان تحبه، أنت حبه. وجينا على طار الأغاني والهاي، جاك مطرب قال لك كنت عندك بناء، قال لك أكمل لك الطابق الثاني وكل عليه. كثير بس كثير يعني كثير. شوف ما وافقك مو؟ أنا تدربي أنا مو متشدد بالأمانة. صح. حتى الناس تكون على بينة، ما أقول لهم أنا معصوم وهاي، أنا مو متشدد. أنا اليوم الفنان يسلم علي بالشارع أسلم عليه وأضحك وأوقف وأقعد بيني ما بين الله. صح. حتى ما أقول لهم أنا مثلا لا أبد انتهى الموضوع لا. احنا يقول شلون الامام علي سلام الله عليه لم يكن لك شلون اخ في الاسلام فنظير في الخلق. ها والرسول يقول لك اخ في الدين فنظير لك. لا والرسول وصيته لمالك الاشتر حينما ذهب الى مصر. احسنت. لا الرسول شو يقول عليه افضل الصلاه والسلام وعلى اله الطيبين الطاهرين، يقول الدين معامله. صح. تعامل الناس مثل. صح. ما هم. صح. لذلك انا ما احب اجرح واحد. بس تعرف احنا اليوم بالوسط، مو بس أنا، كثير من الشعراء يجونهم ويقولوا لهم مثلا يا مثلا كتبوا لنا فد نص غنائي، كتبوا لنا. من الناس اللي ترفض بغض النظر عن المغريات. الاحتلال الامريكي يعني هو كان يوم اسود وابيض. شلون الابيض انه هو خلصنا من طاغيه. ها والاسود ان هم بدوا يستغلون او استغلوا مو بدوا استغلوا هذا الشعب وثروات هذا الشعب. صح. ووصلونا إلى حالة يعني شكو فاسد اليوم بالعراق هو بسببهم للأمانة. هم صح مخلفات النظام المقبور، أنا ما أنكر هذا الشيء، النظام مقبور ومنتهين وإحنا من العوائل اللي حاربت من النظام السابق، لكن شكو فاسد اليوم بالحكومة ها وبمجلس النواب بالسلطة التشريعية القضائية التنفيذية بدوائر الدولة في كل مكان، حتى في القنوات الفضائية حتى على مستوى المقدمين البرامج هم مسؤولين عليها. ليش؟ لأن بثوا ثقافة فرق تسد. صح. وما بثوا روح المواطنة. بعث هاي فرق تسد. ها؟ أي نعم. سيدنا تعليقك يعني الصورة ما يحتاج لها تعليق، أكو صورة هي تشرح نفسها. صح. أكو صورة هي يعني مضمونها يبين من عنوانها، يعني هسه الكتاب مرات كتاب يعني بدون ما تقرأ بس تقرأ عنوان تقرأ عنوانه تقرأ عنوانه راح تعرف مضمون أو ماهية المواضيع داخل هذا الكتاب. شوف لكن أرد أنوح عن نقطة مهمة، وهي أنا مو بصدد أنه أنا اليوم مثلا أجي أتجاوز وأغلط، وهاي مو لغتنا ولا لغة أهل البيت سلام الله عليهم علمونا. بس أقول كل إنسان ها يحارب أهل البيت سلام الله عليهم ويحارب ها شعائر الإمام الحسين ويقسي على ناسه وأهله وشعبه يكون هذا مصيره. صح. ويستحق هذا المصير وأكثر. فاللي ضرب قبة أمير المؤمنين وقبة الإمام العباس وقبة الإمام الحسين وشرد الناس والجدران وهدمهن هدم ما تعبر له بسلامة. وينه؟ راح وراحت. لا والله العظيم وذاك الحسين خالد شلون؟ وين هارون؟ وين هارون؟ ها؟ لا والله العظيم. وين المأمون؟ وين 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 هارون وقصوره؟ أي صح. وين فلان وين فلان؟ لو رشيد انت فلعت الجن إمامه. لذلك والله التحق يعني التحق بما يستحق واخذ جزاء. بعد احنا هم الحديث عنه خلي ياخذ راحته استريح ابو جنة. ما يشرفنا يعني حقيقة. عندنا فقرة انجح واربح، اسئلة ادبية خالصة، لكن بعد الفاصل. رجعنا لكم بعد هذا الفاصل. عندنا سلبارت الأخير سيدنا. نعم. جليل. نعم. فقرة تنجح وربح راح أسألك أسئلة يا ستر. وجاوب عليها كل. نعم. سؤال جاوب أعطيك حرف من شخصية ورمز عراقي مهم. فنبدأ بأول العفو. سؤال
كل سؤال اجاوب، كل سؤال اجاوب اعطيك حرف من اسم هاي الشخصيه، بالاخير تجمع الاحرف عندك وتطلع هاي الشخصيه. جميل، بس غير يحتاج لفد ورقه يعني اكتب بها الاحرف؟ لا احفظهن. لا انا اعطيك اياها الاحرف. ها جميل، كل جميل. سؤال اجاوب عليه اعطيك حرف. جميل مثلا، جميل يعني اسئله تخص مجالي لو منوعه ولا تخص مجالك؟ جميل، خليك اياها تخص مجالك. زين، راح اسالك سؤال. من القائل لا اصلح الله منا من يصالحهم حتى يصالح ذئب المعز راعيها وتولد البغلة الخضراء بالذكر وتسرع النوق لا ترعى مراعيها؟ نعم، زير سالم. زير سالم لمن قال هذا؟ هاي يعني قالها لشيبان اللي هو ابن ضباع. ابن ضباع اختي. ابن همام. صح، اللي هو من اقرب اصدقائه. صح، ابن عمه وصديقه. ابن عمه وصديقه وزوج اختي. هذا الرجال هذا تغلبي وهذا بكري. بكري صح. ها صح، شلون سأمحيهم عن بكرة أبيهم كما هو اسمهم. صح، نعم، وقالها أيضا لليمامة. ولن أدع لهم ذرية تدب على وجه الأرض. نعم، وقالها أيضا لليمامة. وطبعا صح، هو كان قتل لشيبان خطأ يعني سيفه بدته. ما لي كلما مددت سيفي قطعت أصابعي. قطعت أصابعي. ها؟ صح، زير سالم، زير سالم. شاعر الثوري وهاي، ولكن نحن نكره لغة. ما هو لقب الزير سالم؟ المهلهل. يهلهل الشعر. يهلهل الشعر. نعم. زير سالم، شوف أنا شو يعجبني بزير سالم؟ ايه؟ يعجبني وفاء للأخ. وفاء للأخ. ايه؟ اليوم ما تلقى ترى واحد وفي الأخو. رسلان قليلين. ايه صدق. ها؟ ايه صدق. 40 يوم وأكثر. الزير سالم قاعد ويبكي على قبر كليب. صح، حتى قالوا هذا رجل بكاء. ليش شنو رجل بكاء؟ نعم. قالوا عم هذا قاعد مقابل النسوان وقاعد. صح، ايش قال لهم؟ قال مرتوى في حقه من البكي او في حقه من البكاء. الله اكبر. لا وعنده مفرده هاي مال كليب كله. هاي شلون هاي من اجت الجاريه بلغت ضباع. بلغت ضباع. ضباع بلغت همام. همام همام قال له يعني بما معناه انه الزير بعد استقر اقتنع انه صار. قال او يموت كليب كله. لا قال جساس قتل. قال جساس الامعة قال. نعم، يقتل كليبا كله لان كليب يقول كان ما يندار على اقل من 50 فارس حجي. لذلك جساس من اجى ها بظهره وغدره. طبعا يا العالم تعرف هاي القصص بس احنا لان متولعين بيها. متولعين بيها طبعا. افضل انتاج درامي سوري بالتاريخ للامانه. صح، ايه بل بشسعنا علي كليب. إن قتل الكريمة بالشسع غالي. رد علي ابن عباد. إيه أبو جنة الجواب راح أعطيك الحرف كلها. وزير سالم إحنا الشعراء. إيه إحنا الشعراء نحب الشاعر الفارس. هو كان شاعر فارس. شاعر فارس للأمانة. أنا قاري الكتب طبعة مصر وطبعة بيروت وشايف المسلسل 25 مرة قليل. ما تنمل. ثار كليب عم عيونه. إيه يعني عم عيونه. كيف عم عيونه؟ انه قاموا اخوته الباقين من يموتون شي قالوا مو كليب ومات. اي صح. انا بعد دولة ما يعنوني. صح، بحيث حتى هو من قتل همام بن عمه ايش قال؟ قال له ساضيف ثارك الى كليب. الى كليب. صح. هاي شنو هاي؟ يا ابا عمي تعال اقتل جساس وخلصنا من الحرب. قال لا كليب ترى كان مو زين وياه. قال لا محترام. وانا قلت له شوف وفاء الاخ. اخوه. قالوا له هذا جساس موجود اقتله. قال لهم خاف العرب تمنعني ما اخذ اقتل بعد. لا قالهم لا. قالهم اريد يدخل عد القبائل حتى كل قبيله يدخل عدها ابيدها. اي ابيدها. اي صح. بس هو اخرب بيته غير ما كان كذاك ابو الحسن سلام الله عليه. لا ابو الحسن يسوي تراب. لا الله ولا خبر. الله اكبر. اغاث اغاثك انت اسيادك انت تدري المفارقه المعركه البسوس حرب البسوس. نعم. توقفت بولاده سيد الخلق محمد بن عبد الله علي. اللهم صل على محمد وآل محمد. في عام الفيل توقفت الحرب. اللهم صل على فهي محمد. فهي كانت ولادة رسول الله توقفت الحرب. رسول الله هذا رسول الله يعني العظيم. سيد البشر. أي فعلا. خاتم الأنبياء. إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. شوف الأخلاق إيش قد عظيمة. طبعا والرجال وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. لذلك حتى الزهراء من سلام من اعتدوا على ذاك المنزل. يعني حادثة هي أليمة. ها سلمان سلام الله عليه. سلمان منا أهل البيت. سلمان منا أهل البيت. قال كان جدك رحمة للناس. كان أبوك رحمة للناس فلا تكوني نقمة عليه. يعني محمد سلمان منا أهل البيت. نعم. ليش رسول الله عليه الصلاة والسلام يقول الجنة يدخلها عبد حبشي والنار يدخلها سيد هاشمي؟ نعم. صدبوا لها وخلي ياخذ راحته. نعم. إيه أكو مفارقة أنه
دائما الحرب بين العوام ما تفض، يعني 40 سنه اللي هي بين البكرين والمتغلبين، اكو معركه اخرى. بس احنا حتى ما نخرج عن الموضوع والناس تقول ذولا طلاب الدم، لا لا، او 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 مؤيدين، كانت الحرب دمويه جاهليه، لكن احنا نتناول الحديث والشعر، نتناول الوفاء والادب، والشعر نتناول الشعر باعتبارك انت شاعر. احسنت من هذا الموضوع. اكو معركه اخرى ايضا بين ابناء العمومه ورا ذيك الفتره، كانت تسمى حرب من اجل مسابقه بين حصانين. نعم، كانت تسمى المعركة بزهير، معركة كانت بزمن عنترة. نعم، معركة بزمن عنترة. ايه، فرسين، سميت المعركة باسم الفرس. باسم الفرس؟ فرسين. لا ما داحس. ما داحس والغبراء. نعم، يعني مر علي بس استمرت 40 سنة، مر علي بس ما استذكرتها للأمانة يعني. تمام، ايه؟ من القائل، أكون أو لا أكون؟ شكسبير، مسرحية هاملت. جميل، نعم جميل. نعم، أفجن أخوي يا عمري يا حبيبي. ما هو النبات الذي كان يستخدمه الفراعنة في التحنيط؟ مثلا اللاوي. ها؟ أنا لاوي مثلا. لا الفراعنة بالتحنيط أخناتون. هي يعني هيك مختصاصي. ها، اي للامانه يعني اول شيء من الزعتر. زعتر، نعم صح. بعد قل لي الزعتر بس مختصاص، انا ما قارع عنه للامانه يعني. على الحرف اي ما قارع عنه اخوي، شلون خلوه شخالي. لا لا غير، انا اقول لك خذ انتك. ما اسم فرس الامام علي بن ابي طالب؟ الرمضاء. الرمضاء، الرمضاء، سلام الله عليه. الرمضاء، نعم. سوي لك اياها ثرو. نعم. شلون؟ والعفو استرسل. اكو قصيده معلقه. نعم. ميميه من 89 بيت. لمن هذه القصيده من شعراء المعلقات؟ ابن ربيعه. اي. بس ابن ربيعه. لبيد ابن ربيعه. صح. اي نعم، ابن ربيعه. ابو ربيعه صح. ابن ربيعه. مو هي كانت تشوف ربيعه يعني كانوا ثلاث شعراء واربعه. هي القافيه مرثه الميميه. لا لا، ثلاث شعراء واربعه باسم يعني هيك ربيعه. ايه صح. ما الاسم الاخر لطائر الخطاف؟ طائر الخطاف؟ الخطاف، احنا نسميه الخطاف. خطاف. غير الخطاف القبور. اي سنونو. سنونو صح. سنونو اي، اي خطاف القبور. اي صح، على قولة اهلنا. هاك ابو جنة. يا الله يا حبيبي. اكو زير سالم. نعم. عنده ابن اخته شاعر معلقات، وابن بنته ايضا شاعر معلقات. شو اسمه؟ يعني ابن بنته عمرو بن كلثوم. صح. هذا اعرفه وشايفه وشايفه بالمسلسل. يعني من قال له حتى كلثوم بن مالك قال يلقبونني ابا عمرو، لكن عمرو لم ياتي بعد. اي نعم، اي عمرو بن كلثوم. لكن الثاني ايه ابن فاطمه اخته. اللي من قتل والده اجا قالوا له والدك انقتل، قال لهم اليوم خمر وغدا امر. انت خوته مو من اعرف لك وحده تتعبر لي الثانيه خدمتك. اي من اعرف لك وحده. إيه؟ انت المفروض الثانيه. امرؤ القيس. امرؤ القيس. امرؤ القيس. نعم. اللي قال عليه رسول الله. ها، امرؤ القيس. امرؤنا يعني امرؤنا، مو امرؤ القيس ابن ابان. ها، لا امرؤ القيس شاعر الاصلي، لين الزير جد. نعم. عمرو بن كلثوم مو هو خال اخو ام امرؤ القيس. استاذ رسلان، هم ثلاثه امرؤ القيس. انا اتحرك يجوز الكاميرات يعني. لا لا عاد عاد اخضر. هم ثلاثه امرؤ القيس. واحد امرؤ القيس ابن ابان، هذا التاجر والفارس. التاجر احسنت، والفارس اللي هو كان من رفقاء الزير سالم الزير اللي الاوفياء. ايه، وابن عمه هو ابن عمه. اي اي صح. امرؤ القيس. امرؤ القيس اللي هو مجنون ليلى. مجنون ليلى. ايه. امرؤ القيس. وامرؤ القيس. امرؤ القيس الشاعر. وامرؤ القيس اخر اللي الامام الحسين اخذ من عندهم مره يعني. ايه. زوج بنته. صح. لكن امرؤ القيس ابن حجر ابن عدي الكندي. اللي هو يصير ابن فاطمة. نعم. يوم توفى أبوه قالوا أبوك انقتل، قال لهم اليوم خمر وغدا أمر. نعم. استمر يضرب. أنا ما أعرف هاي السوالف، اليوم خمر وغدا أمر ما. إيه. إيه لا بس هو تاريخها. أي نعم.
انت ما شاء الله احنا معلوماتك مهمه ابو جنه ما تخلص. اسلان انا ما اخفيك، انا من اقول لك مثلا قاريهن كلهن اكذب عليك حقيقه. صح صح. واضافه الى ذلك خلي الناس تعرف فد معلومه عن الشعراء الشعبيين. ترى الشعر الشعبي ياخذك من اللغه الفصيح. صح. ياخذك من انا تفاجئت تعرف هاي الاشياء كلها. هاي خب لا معلومات قيمه ابو جنه وتقارن هذني اساسيات قارن. ترى للامانه مو فد يعني فد شيء لا تقارن مهم مالت الله. انا اتمنى تسالني بالرياضه. هسه راح اسالك هذا انا رياضه رياضه للامانه بالرياضه. ايه؟ راح اسالك بالرياضه بس مو سؤال صعب. اي تفضل. مو قبل وراها ستكمل وبعدين يلا راح اكمل وراها نسوي اسئله رياضه. اي والله العظيم يلا ها هي. من هو الشاعر الذي تعلم منه امرؤ القيس الشعر؟ منين يتعلم؟ ثيثيل ولد علي من؟ على خاله. على خاله من هو خاله؟ نعم ابن كلثوم شو اسمه؟ شو اسمه هذا؟ ربيع عمي شو اسمه؟ المهلهل. المهلهل؟ اي خاله من امرؤ القيس. زير؟ اي والله؟ نعم. ايه خذ ما شنو يتحاضر وياهم بالدوره انا. نعم. من لك اسمائهم لو بتعلم الشعر؟ يقول امرؤ القيس الرسول يقول اشعرهم وحامل لواءهم الى النار. صح حسن الرجال اروح ادور وراه. ها ادور وراه من يتعلم الشعر. اي صح. سيدنا هو قاضي هسه شاف عيد ما يتجرني وياه احنا خان على زي النار. احنا ما يجيني من الله يرزقنا حسن العاقل. ما يجيني من الحر احنا وعلى صدق. من هو ثاني نبي بعد ادم؟ شيد عليه السلام. سنت يا الله. من هو العالم المسلم الذي أكد كروية الأرض؟ الكندي. أحسنت. نعم أحسنت أحسنت أبو جنة أخوي رجعتنا على العلوم. إيه باكر نصوم على العلوم والجغرافيا. أقول لك علوم باكر نصوم. إيه ما السورة التي أبكت النجاشي حين قرأها جعفر بن أبي طالب؟ سورة سلام الله على سورة جعفر. مريم عليه السلام. أحسنت. سورة مريم. هسه خلصنا عندك بس حرف واحد يعني اخذت 80% خير من أرض. نعم نعم 80 زينه يا هالماخذ. لا والله حق الحسين زين. انا اسئله ادبيه تفاجئت عندك هالمعلومات بالاسئله الادبيه. لا الحمد لله يعني هو فعلا هو اختصاصي يعني هسه هاي الميميه قلت هنا راح اوقع رفعت بيها انا احكي لك الصدق زين. هاي اللي من 89 بيت ايه. القافيه مالتها الميميه المعلقه نعم. قلت هنا اوقع رفعت ما يعرفها لكن انت قبل قلت ابن ربيعه اذا جاوبت طبعا تعرفه. انا شوف متابعتي لمسلسل حقيقه شوف احنا ليش نقول المسلسلات اليوم لها اثر؟ صح. هي بدورها تثقف الناس فهي دعوه لكل اساتذتنا واخواننا المؤلفين والكتاب ان يكتبوا تاريخ العراق. صح. وان يجسدوا احداث بس بطريقه يكون توصل. شوف الشعر الشعبي له دور كبير بأرشفة ثورة العشرين. صح ترى هواي امور رايحه اليوم مال الاهازيج. صح اللي خلوني بحلقه وصحتانه طوب احسن له احسنت. صح قصدي اليوم الكلمه والمسلسل ها الصوره لها دور كبير. طيب انا شو اقول؟ هاي ابطالنا بالقوات الامنيه والجيش العراقي البطل والحشد الشعبي المقدس ايش قد قدموا وما قدموا وايش قد انطوا دماء. اي والله صدق. والشهداء ليش اليوم ما اشتغل لهم عمل كبير جدا واوثق هاي المرحله؟ صح. حتى باكر مو التاريخ احنا عندنا دقائق ويا التاريخ يا عمي. بن العباس حرفه وما حرفه يقول لك قتل علي في المحراب يقول له وكان علي يصلي هو ابو الحسن علي ابو الحسن علي ما يصلي وصفه قالوا بالاذان شلون تنقال ايه. باسمك علي رتل القران ايه. شاهو اللي لقيناه بالقرائين قليله بالصلاه نحط عنوان الله تريد تشيل حيدر من الاذان ندور عن مكان نحط الحسين ايه. الف رحمه على روحك يا علي الفريداوي. لا يقول ادور لمكان ندور لنا مكان نحط الحسين تريد تشيل حيدر من الاذان موت البيت هسه خطيه قلبت خاصرته الله يرحمك علي الفريداوي. المهم الفكره شلت الصدر خليته بالعجز. المهم الفكره انتم شعراء ايه. بيناتكم والله رحمه الله عليك رحمة يا ابو حسين الله على روحك يا علي الفريداوي. اي والله يا ابو حسين ابو ضحكه الحلوه الطيب اي والله المخلص والله ما ناسينا شاهد الله الله انا ما ناسينا ابد انا اذكره بكل حلقه يدرون الولد ايه. لانه هو استاذ جبار واستاذ سمير واستاذ عباس اللامي كل مؤسساتي والله عباس صارت سوالف ونحن اللاحقون بهم. صح اي نسال الله حسن العاقبه يا تارك الاثر الطيب ان شاء الله إن الحسين الله. موجود لا تخاف اي والله اقول لك شيء انا راح اصرح تصريح ايه. ها ايه. وخلي ينقص وينشر علي
إيه؟ انا عندي يقين وعندي عقيده طبعا مع مرضات الله سبحانه وتعالى. إيه صح. مع مرضاته ومع الالتزام بضوابطه. إيه؟ مو انا باشر يقول للعالم هاي. اي شخص يحب الحسين إيه؟ من قلبه ويزوره عارفا وصادقا بحقه وداعتك، هاي النار مو بس ما تمس جسمه لا، بل تتوسل، يعني تتوسل في الله. ها تتوسل في الله سبحانه وتعالى حتى يعني حتى شنو حتى تنظر له بس تشوفه تتبرك به حتى يعني تقدسه حتى تسجد له. زار الحسين شيء عظيم صح، وخادم الحسين شيء عظيم. احنا هاي عقيدتنا ويقيننا بالحسين. صح. عمي انت ما تقتنع بكلامي شو اسوي لك انا؟ وجاي اقول لك مع الالتزام بضوابط الاسلام. صح. مو معناه انا احب الحسين بس ما اصلي، انا احب الحسين واخذ غيبه، احب الحسين واذي ناسي وشعبي والدين. لا حلوه مع مرضات الله. احسنت ابو جلال. التزام طبعا احسنت ابو جلال. الحسين وسيله وسريع، احنا غير حسين ما عندنا وسيله. ابو علي سويت بينا، ابو علي سويت بينا حبيب القلب، سويت بينا. ها اسوي علي بودي هسه على هذا حكيك بودي هسه ابوك اطلع كرمال. والله يا ابو جنة يقول الحسين الحسين اعطى لله. احنا طبعا بدينا حلقتنا بالحسين ان شاء الله. انت يجوز وصلت للختام، انا اختمها بالحسين. اي نختم. عندك بعد فقره انت لو ما عندك رياضيه؟ يعني في الحسين تسالنا اسئله رياضيه؟ خلي اكمل لك هاي وطين الرياضيه. يقول الحسين سلام الله عليه اعطى لله كل شيء فاعطاه الله كل شيء. تفضل عزيزي. لان الحسين مو اكرم من الله. يقول الامام الحسين من 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 يعني سلام الله عليه، يقول دام الودجين، الودج يصير بصف النحر شرايين هنا ودج ودج، يقول بس تقطع انت تطلع الروح، يقول بس يعني الذبحه والاوداج طبعا ذبحه من القفا وهي اصعب ذبحه يعني للامام الحسين سلام الله. هم ذبحوا احنا تبع علي بن ابي طالب هم ذبحونا هيك بس ربعنا خوش قصوا بيهم شلون زلم. اي شلون يقول الامام الحسين بقى يطق بايده على الارض. يقول واحد سال الامام السجاد سلام الله عليه قال له عد والدك ايش قد متاذي اثناء الذبح ويضرب على الارض؟ ها قال له والدي هاي مو من الالم. قال لا، قال لجت الارض تنقلب فهو يقول لها اهدئي بامر الله، الارض تريد يعني تنقلب بيهم فيقول لها اهدئي بامر الله. كل شيء في ذلك الوقت اراد ان ينصر الحسين، ولكن الله والحسين ارادوها بدون معجزه. صح. يعني الامام ضاق الالم الحقيقي. صح. يعني مو الله خفف عنا الالم، لا. ليش ليش الحسين عطش وانذبح حتى احنا نرتوي، حتى احنا نكون 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 موالين ونكون نكون اناس طيبين؟ ليش السيدة زينب سلام الله عليها ها اخذت اسيرة وسبية وافتروا بها بالاسواق؟ يعني تعرف شنو السيدة زينب هاي العظيمة اللي كانت النسوان تجي البيت الزهراء سلام الله عليها ها ما تقعد يمهم السيدة زينب. ليش؟ زهراء ما تقبل. تقول خاف النسوان تروح تقعد ويسولف عليها، شفنا زينب بت علي هيك وهيك اوصافها ووضعها. اللي تروح القبر الرسول يمشي امير المؤمنين وياها والحسن والحسين ويطفون الفانوس اذا شافوا ناس. اللي بيوم العاشر من محرم من احترقت الخيام وطلعت انشق لها الجدار او الجيش الى صماطين، ايش قاموا يسوون؟ يتنادسون يقول هاي زينب بت علي. الله ها هاي رساله ابو جنب ما شايفينها. ابو جنب داعتي بس اسمعني رسلان اخوي، رساله الى كل الشباب هسه. يقول هاي زينب بت علي اللي ما شايفه اللي يصور يستعرض هاي الاشياء مع الاسف مع الاسف. يقول له هاي زينب هاي زينب بت علي ما متعجبين ما شايفينها. اخت العباس اللي يحلمون يشوفون خيالها شافوها. سلام الله عليك سيدي، الله ساعد الله قلبك سيدي صاحب الزمان. اقول على هاي المناظر الحلقه اللي ما يكون بها ذكر للحسين ما اعتبرها حلقه. اي والله بيني ما بين الله. اي والله وبكل حلقة احنا ذاكرين الشعار الحسينية. قال كيف رأيت تصنع الله بأخيك؟ قالت لما رأيت إلا جميلة. ليه؟ رأيت وجه الله بالحسين. صح. وجه الله الجمال من الجميل اسم الله يعني من أسماء الله الحسنى. ما رأي ولا أكو مرة مثلا ينذبح أخوها وتشوفه بذاك المنظر وتقول جميل؟ ما طاح رمحها. شنو الجميل؟ هي تباوع للفكرة. الفكرة. للهدف السامي اللي يقربهم من رب العالمين. أحسنت أبو جنة. لذلك كانت الأقرب من كل قائد وشخص في ذلك اليوم شريكة للحسين. نسمع سلام قصيدة للحسين أبو علي. نسمع قصيدة للحسين. قلت له من رخصة جروحك يا أبو عبد الله. ايه؟ عندك كم سؤال وياك ما أخرك. ايه؟ من فاركت أخوك ولا الخيام رديت تقريبا كم مرة لزم ظهرك؟ من قال لك أخوي أدركني يم الماي؟ بهاللحظة وقع كم عام من عمرك؟ زين شلون قدرت ما تموت معون من شافت الشيب برمشك وشعرك؟ ايش قد حلوه قبل لما ترد للبيت
كلها تقول لك العباس ينتظرك كلها بتشفه سولف البرقية شلون شافت ابن جوشن يذبح بنحرك كلها بتشفه سولف لي بسكينة شلون من خوله وقف يدبك على صدرك سلام الله عليك سيدي سلام الله عليك ومولاي يا أبا عبد الله الحسين نسألك الشفاعة يوم القيامة على خولي والشمر وتباوع على الناس والعراقيين تقضي حوائجهم إن شاء الله أي والله أنت وسيلتنا إلى الله أي والله وسيلتنا العراقيين العراقيين كلهم يحبون الحسين غير حسين ما عندنا وسيلة أيوة. شعبنا مظلوم أي والله مسك الختام كان يعني ذا شجون بالختام بالإمام الحسين سلام الله عليه ويعني ما اعرف الشعور والكلمات تتزاحم حقيقه ما اعرف شو اقول لك اللقاء كان ممتع اللقاء كان بروحانيه حسيت الحمد حسيت روحانيه لان ذكر محمد وآل محمد هو عباده نعم فذكرنا يعني ثلاث ارباع الحلقه كانت عن محمد وآل محمد وهذا شرف عظيم نعم وذكرت حلقه بحلقه الكابتن عماد محمد ذكرت له قلت له سيد رفعت نعم مره قال لي شغله وجهنا لك تحيه بوقتها نعم تحية للكابتن عماد محمد العراقي النجم المهم وصاحب المنجز الكبير عماد محمد ألف تحية إنسان سيد الجليل أنا أموت عليه أنا هم أحب طبعا أنا حتى التصاوير لاعبي غير تريد صديق أموت عليه والله فأبو جنش قلت له وجهنا لك تحية بوقتها وهسه نوجه له تحية ألف كابتن عماد قلت له رفعت الصافي يقول إحنا أصحاب مصاب من نوقف نعذب بالمواكب هذا نعم. مصاب نحن السادة نعم انت مره حكيتها قلت له اصلا احنا المفروض احنا شنو مو فقط نروح ننطي او هاي المواكب احنا نخدم لان هذا مصابنا صحيح قلت له فانت خادم للحسين وصاحب مصاب وسيد رفعت كلامه هذا انا ما انساكي مو رسلان فت قضيه يعني اليوم عامه الناس ايوه انا استشهد بك بكل مكان انت مخلص فدوى اروح لك الله يوفقك الله يشهد مو مجامل والله العظيم انا اول مره بحياتي اكون يعني احكي ما بداخلي بلقاء صح والله ما احكي والله صحيح يجوز احكي عن مواقف بس عن هيك قضايا وتعلق بالحسين اقول اخلي نفسي صح بس وصل اليوم اللي لازم اقول للناس انه والله العظيم خلوا ايدكم بيد الحسين لا 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 والله انا شفت الخير كله من الحسين على الحسين والله صدق الحسين يطي بدون مقابل الا اقول لك والله صدق يا اخي بشر يعطيك بدون مقابل شو تريد منه يا رسلان هسه انا كل يوم رسلان اروح له وطانه مثلا مثال يعطيني فت 500 الف عراقي وقال لي تعال باكر واروح له وهم يطين امل منه صح كل يوم اروح له الحسين جاي يعطيك ملايين عمي بدون مقابل والله صدق تروح للزوره تقول له عمي انا اريد لي بيت انا اريدك تتوسط له والله انا مثلك مثلا والله مثلا وكل شيء يصير اي شيء نطلبه من الحسين يصير انا يجوز ورا سنه يصير عندك بيت مثلا بس انت متبوع شلون صار عندك هالبيت ما تعرف شلون الحسين سهلها اي بس اكو ناس مثلا هذا اجحاف عنده تنكر هذا ما عنده عقيده هم ما البيت ما اي فانا شغلي عقيد انا اقول هاي الناس شوف سواء انا ولد من الابناء العامه سنه من اقرب اصدقائي يعني بيني ما بين الله وشيعة واهل ومسيح كل اخوتي من يلاقوني يقدروني ليش احتراما لنسبي صح انا لو ما عندي هذا النسب الناس جلني ذاك الجلاله لا يصير اعتيادي هسه شعراء موجودين الكبير يقدمك ابو العمامه يقدمك ابو المدعو سيدنا وسيدنا هو ايش يدرون السيد ايش جاي يسوي خلف الكواليس مثلا لرسول الله جاي يحترمونك لرسول الله فانت من يصير هذا المصاب انت لازم تخدم الناس توقف معزز يا هاي اي والله لا بكين عليك بدل الدموع دما اي والله ولا اندبنك صباحا ومساء احسنت يا الامام امامك هيك يقول يوفقك الحسين يوفقنا وياك احنا تعبناكم والله ودلخناكم لا والله تونسنا اسف من كل سالفه وكلامك اللي حكيته قسما بالحسين الشهيد هذا قضيه البيت وقضيه التوفيق والمال وكل شيء قسما بالحسين اللي حكيت انت كله صاير وياي وما حاكي اني تدري ليش ما احكي مرات استحي بس انت اعطيتني الشجاعه انه احكي بي شلون تقول دخلت بمقاوله وما ادري شنو شلون توفق انت الله يسهل لك يعني يسهل لك سبب يسهل لك الاسباب تصير مثلا شنو انت شاطر واحسن من الناس تدخل بقاع وتشتريها او بيت او هاي وتتوفق ويصير عندك غير يسهل لك الامور التوفيق الحسين فنقطه يعني يعني هسه خصوصا بهاي الفتره الاخيره اللي صارت زاد موضوع التنمر عن حد ايه ها يعني مو ضدي لا انا ما عندي شيء تنمر عليه الناس مثلا علي متنمر يعني بالمستوى العام بالعام كل شيء هواي ناس قامت تنتقص من ناس اخرين شقلهم اقلهم اخوان احنا عراقيين واهل بيت واحد اهل بيت واحد صح وانا اليوم اهل البيت الواحد انا ارد اقعد بالاستقبال اكل وارد اقعد بالغرفه اكل واكل بالهول واكل على السطح هذا بيتي هذا بيتي لا تخلون والله فلان راح وي فلان جهه وفلان راح وي فلان جهه كلها غرفنا
بالتالي بيت واحد ها بيت واحد لا حد يظل يتنمر على الثاني. اخوان انتم عراقيين انتم رفعت الراس اي والله انتم اللي شد حزام المهدي بيكم اي صح. اسال الله لكم التوفيق وانا اطلت عليكم. لا بالعكس ابو جنة شرفتنا الله يوفقك. هاي الحرف ما قلنا ايش طلعت ما طلع اقولها منو هسه انا قريت حمزه الصغير الله قل لي الميمون قل لي الميمون الرحمه والخلود لشاعرها كاظم منظور الكربلائي وقارئها الملا حمزه الصغير خلي يدعوننا حج اي والله خلي يدعوننا الله يحفظهم ان شاء الله ناكه يحفظهم فعلا يحفظهم ايوه يم الحسين الله يوفقك ان شاء الله يوفقك ابو جنة يوفق كل خدمه الامام الحسين طبعا. وانا وجاي وياي صديقي علي اوجه له تحيه علي محمد وكذلك اوجه تحيه لحبيبي واخويا الطيب خادم الامام الحسين الحاج هادي شرهان ابو حسن العبودي واقول له ان شاء الله اتمنى لك الشفاء العاجل ان شاء الله الشفاء وانت اخوي وحبيبي وانا احبك وشكرا لك رسالة التحيه اليه والك ابو جنة وان شاء الله تستمر على هذا الطريق طريق الحسين وان شاء الله نستمر كل احنا على هذا الطريق نسأل الله الثبات وخدمه محمد وآل محمد ان شاء الله. شكرا لكم احبتي المشاهدين وصلنا الى ختام الحلقه نلتقيكم في حلقه اخرى حتى ذلك الحين في أمان الله.